مشاهدينا اهلا بكم مره تانية، وكل سنه وانتم طيبين. عيد اضحى سعيد النهارده. طبعا يعني نقدر نقول منذ صلاه العيد وحتى هذه اللحظات في كتير من التفاصيل الجميله اللي بتمر على كل اسره واللي اعتدنا دايما ان احنا بنعملها، لكن احنا كاسره بقى برنامج حياتنا احنا اعتدنا ان احنا دايما يكون فيها مواضيع وفقرات تخص الاعياد، ابتهالات، الحوار والحديث عن صله الرحم والحياه المفروض نعيشها بجد وصح. خلونا النهارده مع ضيوفي الكرام نبدا ب يعني كتير من التفاصيل الجميله الخاصه بعيد الاضحى المبارك. ضيوفي الان هم الشيخ جمعة علي محمد، ومنورنا النهارده، كل سنه وحضرتك طيب، اهلا بيك معانا. الشيخ صلاح الفاروق منشد، وهيمتعنا النهارده بعدد من الانشاد والابتهالات الجميله. الشيخ حسين ابو عريضه، اهلا بيك معانا برضه، هتمتعنا النهارده بالانشاد الجميل. منورنا وكل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى سعيد باذن الله. ان شاء الله. من صلاه العيد وانتم صاحيين معانا ومتواجدين، تمام كده؟ ربنا يديكم القوه والصحه باذن الله. اسمحوا لي بعد التهنئه بعيد الاضحى المبارك مره ثانيه ان احنا طبعا نبدا بالابتهالات. ودي حاجه من الحاجات الجميله اللي حابين نسمعها للمشاهدين. اتفضل. اهلا وسهلا بكم جميعا مشاهدينا الكرام. وكل الشكر والتقدير ليك يا استاذه داليا. شكرا لحضرتك. والاستاذه فاطمه والاستاذه رشا الاخراج وهي التصوير. استاذ سيد ربنا يبارك فيكم واعضاء الكنترول جميعا. ربنا يبارك فيكم ويجعل لؤلؤه الجنوب دائما متلألئه ان شاء الله. شكرا لحضرتك ودائما منورنا. الله يكرمك يا رب. انا حابب بس في البدايه الشيخ جمعه والشيخ حسين نبدا بالتكبيرات العيد. يا ريت. ايه رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. سيدي يا رسول الله، يا جمالا على الوجود أهل، وربيعا في ربيع أطل، لاح نور المصطفى، لاح نور المصطفى، والشرك ولا، كل من في السماء والأرض هنا، كل من في لؤلؤة الجنوب هنا هنا هنا. مرحبا مرحبا بنور الحبيب محمد، لفيك يا أرض الحجاز حبيب، لفيك يا أرض الحجاز حبيب، نور
وللقلوب طبيب، فكل القلوب إليك يا حبيبي تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا نزلت دموع المحبين تسيل. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ويبارك فيك يا رب. ده بداية بس يعني بداية. لسه هنسمع كتير، هنسمع إن شاء الله بإذن الله. مشاهدينا لسه طبعا بنتواصل معاكم وبنحاول نتكلم عن العيد، لأني في الفترة الأخيرة كلنا لاحظنا طبعا أني بسبب حاجات ومشغوليات وظروف وأعذار كتيرة بقينا متباعدين. خلينا نتكلم عن إزاي العيد ممكن يكون فعلا هو صلة الرحم والتقارب، وبيكون فيه كتير من الشعائر الدينية اللي ممكن تكون العيلة كلها بتجتمع عليها. ده اللي عايزين نعرفه مع فضيلة الشيخ جمعة. فضيلة الشيخ، يعني حضرتك النهاردة هتكلمنا على كذا شق، هنبدأ بإيه الأول؟ الحج. خلينا نبدأ بالحج. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من فقه ركن الحج، فقه يعني فهم، من فقه ركن الحج فقه بناء الأسرة المسلمة والمستسلمة والمسلمة أمرها لله في كل صغيرة وكبيرة. وتلك الأسرة الطاهرة مكونة من أب وهو سيدنا إبراهيم، والأم ستنا هاجر، والابن سيدنا إسماعيل عليهم السلام أجمعين. تلك الأسرة وتلك القصة الجميلة تغوص في كل النفوس وخاصة عند المصريين. لماذا؟ لأن أمنا هاجر عليها السلام مصرية صعيدية، فمن قلب السعيد كما جاء في تفسير القرطبي رحمه الله. وتلك القصة الجميلة بدايتها في الحج، نزل من أرض الشام من الشمال إلى بيت الله الحرام، حيث هناك في الشام المروج الخضراء والحدائق الغناء. نزلت لصحراء جرداء لا زرع ولا ماء، وتركها ولكن تبعته. قالت له: يا إبراهيم يا نبي الله. في الآخر قالت له: أالله أمرك بهذا؟ قال: نعم. عندئذ قالت كلمة نتدبرها ونتأملها. تلك الكلمة قالت: لن يضيعنا، فإنها ليس المخلوق، وإن كان هذا المخلوق سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام. وبعد ذلك يمضي إبراهيم الخليل، فلم تندب حظها أو تجهز نفسها للبكاء والعويل، بل أعطتنا الثقة في الله بالبرهان والدليل أن من استعصم بالله عصمه الله في أي مكان، ومن وثق في الله كفاه الله ونجا. ليس هذا فحسب، هذه الزوجة الصالحة هي لبنة المجتمع للترابط والتراحم في المجتمع. تلك الزوجة الصالحة نموذج لكل زوجة، برمجت نفسها على المكان الجديد، وهو جديد إيه؟ ده قصور وحدائق إلى صحراء جرداء، ولكن تكيفت أو كيفت نفسها، برمجت نفسها مع هذا المكان الجديد والواقع الجديد بإيه؟ بقوة الإيمان وإرادة من حديد. فأنت أيتها الزوجة حصيلة ما تمليه عليك نفسك وتخبرك به ذاتك، حيث تأخذك أفكارك، إن كانت أفكار إيجابية عشت عيشة راضية مرضية، كما قال خير البرية صلى الله عليه وسلم: الرضا بالمقدر والمقسوم عبادة. زوجك ده قدرك، مكانك اللي بتعيشي فيه ده قدرك، كيفي نفسك مع هذا الواقع الجديد هتنجحي. ولذلك نجحت أمنا هاجر فتربعت على عرش قلوبنا، ولذلك كن جميلا ترى الوجود جميلا، رأت هذا المكان الصحراء الجديد بالأنس بالله بالثقة في الله. وهذا من الناحية المعنوية والنفسية.
كيفت نفسها مع الواقع. يا ريت كل زوجة، مش هنقول لها روحي في الصحراء وبتاع، تتكيف مع الواقع بدل ما تقول أنا عايزة أخلع ده عيشة كذا. المقدر بالمقسوم عبادة، أنت في عبادة ما بتعمليش أي حاجة، 24 ساعة ميزان الحسنات شغال. ليه؟ أنت راضية، والرضا في القلب ولا أعلم ما في القلب إلا الرب سبحانه وتعالى. ده من الناحية النفسية والمعنوية. الناحية الحسية، عندما نفد الطعام والشراب وتقطعت بها كل الأسباب للحياة ورأت طفلها يتلوى من شدة العطش ومسه العذاب جن جنونها، فهرولت تسعى حتى صعدت فوق جبل الصبا، كأنها تسعى كأنها صعدت فوق الصعاب، وكان ذكرها فوق السحاب، فنزلت وهرولت في بطن الوادي حتى طلعت الجبل الثاني وهو جبل المروة، علها تجد ماء لكنها وجدت سراب. لم تيأس ولم تقنط، بل واصلت السعي مرة ومرة حتى سبعة أشواط، ولكن بلغ منها الجهد لأنها امرأة ضعيفة وهي بشر، أصبحت قدرتها محدودة. عندئذ وجدت يد الله لها ممدودة. إمتى تمدت سبحانه وتعالى؟ لما سعت، ما بكتش ولا ندفت، لما سعت وجدت يد الله ممدودة وهي تتحرك بين الجبلين صفا والمرت، كأنها جبل سالس، كأنها جبل شامخ يتحرك، ومن أجل ذلك نبع الماء في قلب الصحراء كأنه نهر عذب يتدفق. لماذا؟ لأنها قالت لن يضيعنا، فهذه الكلمة طوق نجاة لها ولابنها من هذا المأزق. فهي كانت بين الجبلين تسرع، ولكن عناية الله لها ولابنها كانت أسرع، أسرع بكثير، وكأنها تبعث برسالة تقول للعالمين للبشر اخبروا البشر عني، اخبروا ألا يليق بهذا الإله أن يعبد ويعشق؟ نعم. يمكن من قصة الست هاجر تقصد فضيلة الشيخ أن المفروض أن احنا بغض النظر عن الظروف اللي بنتحط فيها، أن إيماننا بربنا يكون أكبر، لأن هو اللي بيحط لنا الظروف وهو اللي بيقسم لنا بالطريق. نعم، تمام. نعم، كده؟ نعم، نعم، مقصود مظبوط. أتأقلمت مع الواقع الجديد بإيه؟ بالإيمان بالله والثقة في الله وإرادة من حديد. أكيد. لكن ده يخلينا برضو هنروح لموضوع تاني، وهو موضوع فكرة أن الزوجة هي الأساس. نعم. أو الأم هي الأساس. نعم. ولكن برضو الزوج الصالح اللي بيراعي بيته وأهله وناسه هو برضو أساس، يمكن الاثنين مع بعض، لكن الزوجة الأساس. عايزين نتكلم في الموضوع ده، لكن اسمح لنا فضيلة الشيخ وضيوف الكرام ومشاهدينا ان احنا هنخرج لرفع اذان الظهر ونعود اليكم مره اخرى ونتواصل في الحوار مع ضيفنا الشكوم. مشاهدينا مره ثانيه كل سنه وانتم طيبين ودايما يا رب في ايام اعياد وايام خير. كنا طرحنا سؤال على فضيله الشيخ جمعه علي ومنتظرين طبعا دلوقتي الاجابه على الهواء مباشره. فضيله الشيخ، لو احنا بنتكلم عن صله الرحم والحياه الاجتماعيه اللي بنفتقد فيها الكثير، فكرة الظروف اللي بنتحجج بيها، ممكن نقول إيه دلوقتي؟ أقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا النافية أو لا الناهية، لا يدخل الجنة قاطع رحم. ويقول سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، قاطع الرحم لا تقبل منه عبادة ولا ترفع فوق رأسه بشبر واحد. مناسكه وعبادته والتضحية والعيد الأضحى، طالما في قطيعة رحم لا ترفع أعماله ولو بشبر واحد. وخاصة بس دي شق آخر، اللي بيكون مخاصم والده أو والدته، يقول لك أنا ما بكلمهاش، ما بالك ده بعد العبادة، ده حاجة صعبة. أو فضلت الشيخ أيوة. نعم، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. دي بعد العبادة التوحيد لله الوالدين. الوالدين صحيح. لا أنا أتعجب كل العجب، هي دي من علامات الساعة، أن الأب ما بيكلم الابن، ما بيكلمش والده أو والدته أو البنت. فعندنا قصة بين شقيقين، صلة الرحم تبين التسامح في الأعياد. شقيقين في الثمانينات حصلت هذه القصة، أخ من الأخوات سافر الإمارات وربنا أكرمه، بعد سنة اتصل بأخوه قال له هبعت لك مبلغ 60,000، في الثمانينات تعادل 600,000. قال له جيب لي شقة أكبر من الشقة اللي أنا فيها، وأنا نازل على أول رمضان، شهر رمضان هاخده أجازة. وبالفعل بعت له الفلوس،
جه شهر رمضان راح شاف اولاده لقاهم في الشقه هي ما تغيرتش. سال اخوه قال له المبلغ مش معاي وصرف مني، راح لعمامه راح لخلانه فما لقاش فايده. وشهر رمضان بيعدي بسرعه، ضيف كريم. جات ليله العيد تذكر هذا الحديث لا يدخل الجنه قاطع رحم، قال انا اضحي بالفلوس ولا اضحي بصله الرحم، اخويا وعيال اخويا حيبقوا منقطعين مدى الحياه، فضحى بالفلوس. وراح صباحيه العيد اخذ زوجته الصالحه، على شو كانت تقول له ازاي دخل فلوسك كان ممكن ترفض صحيح، احنا عارفين الستات قالت له سمعا وطاعه. فراح عليك مش بطلبك بالفلوس واعتبر انا ما بعتش حاجه، بس ما نقطعش صله الرحم، انا مسافر بكره الامارات واولاد العم الاولاد ما يتخاصموش مع بعض صحيح، وانت خلي بالك من ولاد اخوك. المهم الاخ انبسط وبتاع واخذ وقعد وقعد وسافر الامارات. فهذا الشاب التقي النقي يقسم يقول من اول ليله وانا في الامارات وانا نايم بالليل جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذني من يدي وطاف بي حول الكعبه 7 أشواط واعتمرت عمره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك تامل، عمره مع رسول الله ولا 60,000 ولا 600,000 ولا الدنيا كلها. المهم صحي استيقظ على اذان الفجر، راح صلى الفجر وفي الصبح راح المكتب، وهو في المكتب مع اذان الظهر لقي تليفون من القاهره، قال له بيقول مين؟ قال له انا اخوك. قال له انت مش عايز تقطع سرعه الرحم؟ وقال له انا مش عايز اخون الامانه، الشقه انا جبتها لك واولاد اخوك في الشقه بتاعتك الجديده. يا سلام شفتوا ان الانسان لما يضحي وما يقطعش الصله علشان هو اختار الصالح وجاله الصالح. نعم. لانه من البدايه بيتصرف صح. نعم نعم، لان ضحى على الفلوس وما ضحاش بصله الرحم. يا ريت تكون نموذج لكل اخين، ولاد عم، ولاد خال، بنات خاله، كده تكون نموذج ان يضحي. واحنا في شهر التضحيه. نعم. ضحى بابنه مرضات الله، انت ضحي بشويه فلوس، ضحي بكلمه اتقالت في حقك، في عرضك، ضحي بيها في 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 سبيل ان انت توصل صله الارحام. ضحي بهذه الكلمه السلبيه اللي اتقالت في حقك. وده كان واحد من الصحابه اسمه ضمضم، كان فقير ما لا يملك شيء. فكان بيقول يا رب انا ما معيش فلوس ولا املك شيء، بس انا سمحت كل من هتك عرضي وتكلم فيه انا مسامح، تصدقت بعرضي لاي حد. شوف تصدق والعرض اللي معاش فلوس يتصدق بيها، بس مش عايز يقطع صلته مع الناس. فياريت يكون شهر عيد الاضحى ده بنضحي من كل السلبيات اللي اتقالت في حقنا. جميل جدا فضيلة الشيخ. اسمح لنا ان احنا هنستكمل برضو الحوار، بس احنا محتاجين نسمع برضو ابتهالات وانشاد من فضيلة الشيخ حسين وفضيلة الشيخ صلاح. تفضل. سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطر الحبيب المصطفى، خطر الحبيب المصطفى، دهشت من لفتاته، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بالمصطفى وصفاته، غفل الحسود ففزت منه بنظرة، يا ليته يتأنى في غفلاته، على خد طاغ شامة وعلامة، سبحان من أنشاه جل صفاته، عيسى المسيح رآه في إنجيله، وكذا الكليم رآه في توراته، قسما بنور المصطفى وجماله، لم يخلق الرحمن مثل صفاته. يا ربي صل على النبي وآله، وكذا السلام منور يتشعشع، يا ربي صل على النبي وآله،
وكذا السلام منور يتشاشع. أخطر الحبيب دهشت من لفتاته، يا مرحبا بالمصطفى وصفاته. غفل الحاسود ففزت منه بنظرة، يا ليته يتأنى في غفلاته. يا ربي صل على النبي وآله، وكذا السلام منور يتشعشع. لقد طغى شامة وعلامة، سبحان من أنشاه جل صفاته. عيسى المسيح رآه في إنجيله، وكذا الكليم رآه في توراته. قسما بنور المصطفى وجماله، لم يخلق الرحمن مثل صفاته. يا ربي صل على النبي وآله، وكذا السلام منور يتشاشع. هام تعلم أن النبي المصطفى أنوار أهل الأرض من بركاته. قالوا تسلى عن هواه بغيره، وأحبب سواه فقلت لا وحياته. يا عاشقين المصطفى وجمال له، صلوا عليه فتسعدوا بصلاته. يا ربي صل على النبي وآله، وكذا السلام منور يتشاشع. نذر علي أنا إن وصلت مقامه، لأمرغ الخدين في عتباته، وأقول لعين انظري وتمتعي، هذا ضياء الكون في وجناته. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا نبع الصفا، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما دام عرش الله مع سمواته. يا ربي صل على النبي وآله، وكذا السلام منور يتشاشع. يا ربي صل على النبي وآله، وكذا السلام منور يتشاشع. ولسه هنسمع برضو المزيد ان شاء الله. فضيلة الشيخ جمعة علي، خلينا يعني واحنا بنتكلم النهارده برضو مش هنقول مجموعه من النصايح، ولكن خليها مجموعه من المحاذير. نحذر من ايه في الايام المفترجه دي؟ نحذر من ايه في الايام الجايه؟ احنا كل فتره بيحصل حاجه صعبه في الدنيا نقول دي علامات الساعه. فالدنيا زائلة، ومفروض ان احنا بنبص للآخرة مش للدنيا. نحذر من ايه؟ ناخد بالنا من ايه كبشر وفي الأعياد وفي المناسبات الدينية الجميلة دي، لان هي دي الأقدس اللي بتقربنا كمان اكتر واكتر من ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قانون الأعلى في ديننا هو الحب وعدم الكره. صحيح. هي المفروض الاديان كلها قائمه على المحبه. طبعا. احنا طول ما حبينا ربنا المفروض ان احنا يعني ربنا بيحبنا، فاحنا كمان نحب اللي حوالينا. نعم نعم. فالحب ستنا هاجر نرجع لها تاني، حبت المكان نجحت وفازت، وربنا قال فاجعل افئده من الناس تهوي اليها، تهوي في الحجارة والأطلال أفئدة. ليه؟ حبت المكان وعملت أنس مع الله ونزل نور الله هناك في الكعبة وجيها البيت المعمور. فالحب هو أساس الدين بتاعنا، ورسولنا رسول محبة وسلام ووئام للبشرية جمعا، فهو قانوننا الأعلى للحب. فبالحب تبنى الحياة.
وهناك رجال بيعلمون إذا رأيتهم ذكرت الله. لماذا؟ ارتفعوا عن الشهوات وأصلحوا ما بين النفس والذات، فعرفتهم دروب الأرض ومحاريب السماوات، في ملبسهم الاقتصاد وفي منطقهم الصواب وفي صمتهم تفكير، ظاهرهم معروف بالحكمة وباطنهم معمور بالإيمان. فهؤلاء الرجال ترى عليهم سمات الرضا وترى نور المصطفى فيهم، الجنة في شوق إليهم والسندس الأخضر ينادي. لماذا؟ لأنهم حبوا الله وأحبوا كل شيء. فبمناسبة الحب يعني نجيب قصة واقعية ومشهورة، حب قيس لليلى دي مشهورة يعني، الدين برضو عرضها وتطرق إليها، اسمه الحب العفيف. فكان بيمر بين ناس مصلين، هو ما شافش غير ليلى قيس هو وعدة، فراح هناك عند الحيطة بتاعتها الأوضة وقبل الجدار. فالناس قالوا ده جن، ده بيقبل الحيطة. قال رد عليهم ببيتين شعر: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. جميل. فهمهم كده. جي راجع بقى الناس اللي كانوا بيصلوا: ايه يا قيس انت عديت قدامينا ومش شايفنا احنا بنصلي؟ قال لهم: انتوا كنتوا بتصلوا؟ قال له: عيدوا صلاتكم. ليه؟ اللي بيحب واحد ما يشوفش غير محبوبه، طالما انتوا شفتين انا معدي قدامكم ما كنتوش مشغولين مع ما مركزين في الصلاه مع ربنا. هو كان مركز مع ليلى. يعني هي ظريف كان مركز مع ليلى، مش شايف حاجه غير ليلى لغايه ما راح عند الحيطه وقبل الحيطه. المفروض هم مش شايفين غير الصلاه. صحيح. فده الحب الاسمى، هو حب الله عز وجل وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد كده تحب اولادك، تحب جيرانك، تحب عملك. فده القانون الأعلى اللي علمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وآية عظيمة بتقولك شو سورة الرعد آية 11: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يعني أنا بصراحة كمان في ملمح بناخدوه من واقعنا: الكهرباء بتبقى مقطوعة. أقول لهم: لا، صلتنا بالله هي اللي مقطوعة، والساعة اللي بناخدها انقطاع التيار اقضيها في الاستغفار لتخفيف الاوزار مش تخفيف الاحمال. الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما. اول ما التيار يقطع خذ الساعه بالاستغفار في انقطاع التيار لتخفيف اوزار. الله. جميل. جميل. جميل يا شيخ. وبجد احنا بنشكرك على القصص يعني انت حضرتك بتحاول توصل المعلومه بقصص بسيطه واقعيه ملموس. جميل. نختم بايه؟ نختم بإيه فضيلة الشيخ صلاح والشيخ حسين؟ بما احنا حاجة كده جميلة يعني إلى رحاب النبي بما إننا في الحج يعني. إلى رحاب النبي الله الله، إلى ضياء الكوكب يا رسول الله، إلى السخي الطيب إلى النبي إلى النبي، هيا بنا إلى النبي هيا بنا إلى النبي، إلى رحاب النبي الله الله، إلى ضياء الكوكب يا رسول الله، إلى السخي الطيب إلى النبي إلى النبي، هيا بنا إلى النبي، نفر بالروح من الضلال وغير وجه الحق لا نبالي، نفر بالروح من الضلال وغير وجه الحق لا نبالي، فهونوا لله كل غالي من جيرة وصحبة وآلي، إلى رحاب النبي الله الله، إلى ضياء الكوكب يا رسول الله، إلى السخي الطيب إلى النبي الله الله، إلى النبي الله الله، هيا بنا إلى النبي هيا بنا إلى النبي، سعيا إلى نور النبي الهادي
والرحمة الكبرى للعباد، سعيا إلى نور النبي الهادي، والرحمة الكبرى للعباد، ومن يعاد الله فليعادي صبرا جميلا يا خلجهاد، إلى رحاب النبي الله الله، إلى ضياء الكوكب يا رسول الله، إلى السخي الطيب، إلى النبي إلى النبي، هيا بنا إلى النبي، هيا بنا إلى النبي. ربنا أنت الأحد، باسمك الجمع في عيد الأضحى وفي يوم الأحد اتحد. ربنا أنت الأحد، باسمك الجمع في لؤلؤة الجنوب اتحد. وعدك الحق وهذا يومنا، والجد جد تامغ الفجر القريب من دجى الليل العصيب، وبعيدنا سنرمي ويد الله تصيب هذه الأمة قوة من صفاء وأخوة، وإن تحداها عدو راح في أقصى الهوة. هذه الأمة قوة من صفاء وأخوة، وإن تحداها عدو راح في أقصى الهوة. كلنا يبغي جهادا في يقين وإرادة، نحن نمضي للسعادة انتصارا أو شهادة، انتصارا أو شهادة، انتصارا أو شهادة. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير يا رب، أحسنتم. طب لو طمعنا في حاجة كمان نسمعها. نسمع. معلش يعني احنا طمعين شوية. تحت أمرك. عيد بقى وكل سنة وأنتم طيبين. تحت أمرك يا شباب. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركات كل من صلى عليه. النبي يا من حاضر الله، النبي خير البشر الله، النبي يا من حاضر الله، النبي خير البشر الله، النبي يا من حاضر، النبي خير البشر، النبي يا من حاضر، النبي خير البشر. هو الغزالة والجمل، هو الغزالة والجمل، هو الحجر سلم عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركات كل من صلى عليه. النبي يا حاضر الله، الله اعلموا علم اليقين الله، الله النبي يا حاضر الله، اعلموا علم اليقين الله، الله النبي يا حاضر اعلموا علم اليقين، النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين. أن رب العالمين، أن رب العالمين فرض الصلاة عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركات كل من صلى عليه. يا النبي أغلى الهوى، النبي مدح دوى، النبي أغلى الهوى، النبي مدح دوى، النبي أغلى الهوى، النبي مدح دوى، النبي أغلى الهوى، النبي مدح
محمد حدى مشاهدين قولوا سوا صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه سيدنا الحسن سيدنا الحسين الله الله للنبي ريحانة الله الله سيدنا الحسن وكذا الحسين الله الله للحبيب ريحانة الله الله سيدنا الحسن سيدنا الحسين للنبي ريحانة سيدنا الحسن سيدنا الحسين للنبي ريحانة آه نورهم كالقمرين نورهم كالقمرين جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى ونورتونا النهارده بجد شكرا لتواجدكم معانا عيد سعيد ومبارك يا رب على الكل وعلى الجميع على مصر وعلى الكل ان شاء الله باذن الله فضيله الشيخ جمعه شكرا لحضرتك فضيله الشيخ صلاح فضيله الشيخ حسين شكرا لحضراتكم نورتونا واسعدتونا وعيد سعيد يا رب وايام كلها خير للجميع باذن الله شكرا لحضراتكم عيد سعيد يا رب مشاهدينا لسه معاكم على الهواء فقره من فقراتنا الجميله خلصت لكن لسه معانا فقرات اخرى اسمحوا لنا ان احنا نروح خارج الاستوديو للحظات ونروح لمحافظة سوهاج بالتحديد مع الزميلة نجوى سيف النصر هنشوف يعني إدارة المجازر هناك اللي بيتم لأن طبعا عارفين عيد الأضحى يعني بيكون فيه اهتمام كبير بفكرة المجازر وإزاي طبعا بيكون فيه مرعاة للإزدحام عليها في حالة يعني وجود الأضحية الكثيرة هنشوف ونتابع هذا التقرير ونعود إليكم مرة أخرى مع وجود